الافكار القانونيه اللي ممكن يبني عليها في الحكم دوت هتبقى متاجله لصدور حكم المحكمه الاداريه العليا. بس انا عايز اقول لكم ان الاتفاقيه نفسها لا يعتبر لها قيمه الا باكتمال اركانها الدستوريه، ومجرد التوقيع اللي تم ده مش معناه ان الاتفاقيه بقت موجوده، لانه حتى لو الحكم ده مش موجود لازم البرلمان ثم الاستفتاء الشعب. فالاتفاقيه دي لما يجي يتكلم عليا ويقول ان انت اخطات وتراجعت عن التزامك معايا، لا، انا كشعب مصري ما اخطاتش، كحكومه اخطات، وعادي ان الحكومات بتخطا في اتخاذ القرارات وبتتراجع عن اتخاذ القرارات دي طالما هي غلط. اكتمال اركانها الدستوريه بالعرض على البرلمان ثم الاستفتاء الشعبي لو هي مش ارض مصريه. يعني خلوني اخد الروايه بتاعه الحكومه المصريه ان الجزر دي مش مصريه، مش دي روايتهم. طب الذي يمارس حقوق السياده عليها مين؟ مصر. الشعب المصري. وبالتالي عشان يكتمل ركنها الدستوري وفقا لنص الماده 151 لازم الاستفتاء الشعبي. المحكمه قالت ايه؟ قالت لا، الارض مصريه وفقا للطلب اللي احنا قدمناه، ولا يجوز لا رئيس الجمهوريه ولا رئيس الوزراء ولا البرلمان. هل ده معناه ان ربما يبقى فيه صراعات بقى دستوريه جديده حوالين دور البرلمان، مين اللي يحسم ومين ما يحسمش؟ انا متوقع طبعا من الحكومه انها تسلك كل هذه المسالك. لكن الاهم عندي الحمله الاعلاميه اللي بيعملوها ضد المحكمه وتشكيك الناس في مصداقيه الحكم وتشكيك الناس في ان الجزر مصريه، لان هذا الحكم بالنسبه لهم اهم رساله من جهه قضائيه مصريه وصلت حتى الان، ان التوقيع باطل وانه اللي وقع كان انا جبت الاستاذ محمد عيسى المحامي يوقع الاتفاقيه. محمد عيسى المحامي هو شريف اسماعيل رئيس الوزراء. ايه قيمه لو محمد عيسى المحامي وقع الاتفاقيه دي؟ ده ملزم. فرئيس الوزراء ايضا توقيعه ليس له صفر، ده رقم واحد. رقم اثنين، الماده 151 بتقول مين اللي يوقع الاتفاقيات؟ رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه، ومفيش تفويض لرئيس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقيه دي. المفروض رئيس الجمهوريه اللي يوقع مش رئيس الوزراء، وسلطات رئيس الوزراء ما فيهاش توقيع على الاتفاقيات. فحتى من الناحيه الدستوريه اللي وقع ما لا يملك حق هذا التوقيع. والمحكمه اكدت على نقطه مهمه يا جماعه، ان الملكيه ملكية الدول لأراضيها عكس ملكية الأفراد للأرض. ملكية الدول أو قالت كده، ملكية الدول لأراضيها ما بتتسجلش في الشهر العقاري ولا بيقبل فيها شهادة شهود، وقالت كده صراحة. ممكن شاهد ينسى وممكن شاهد يشهد شهادة مش حقيقية. ملكية الدول اللي بيحسمها حقائق التاريخ والجغرافيا والحقائق العسكرية وحقائق ممارسة السيادة. مين اللي بيمارس السياده طوال اكتر من 100 عام على هذه الارض؟ هو ده اللي بيفصل الجزر المصريه ولا مش مصريه.